في جو خيم عليه الحب والود والوفاق داخل أسقفية الخدمات بالكاتدرائية المرقوصية بالعباسية، تم عقد الاجتماع المبدئي لمبادرة سالموا جميع الناس التي ستطلقها قريبا أسقفية الخدمات بالكنيسة المرقوصية بالعباسية تحت رعاية قداسة البابا طوادروس الثاني وبقيادة نيافة الحبر الجليل أنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات. بدأ الاجتماع باستقبال وفد وزارة الأوقاف الذي كان يضم كل من فضيلة الدكتور جابر طايع يوسف وكيل أول وزارة الأوقاف وفضيلة الشيخ محمد عزت مدير عام شؤون القرآن الكريم بالقطاع الديني بوزارة الأوقاف، كما كان في استقبالهم الدكتور هاني رياض المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات والأستاذة إيفيلين بطرس مديرة المشروع مبادرة سالمو والأستاذ أشرف رسمي منسق المشروع. وبدأ الاجتماع بكلمات الود والترحاب من قبل الأنبا يوليوس بالسادة الشيوخ الأجلاء وبدلوه بالمثل معربين عن سعادتهم بالتواجد داخل الكاتدرائية وبالتعاون مع أسقفية الخدمات في هذه المبادرة الطموحة والتي تهدف إلى مبادرة سالمو إلى زيادة قدرة منظمات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي وزيادة فعالية دور المؤسسات الدينية في ترسيخ قيم السلام ونبذ العنف وزيادة فعالية دور الإعلام في التناول الموضوعي عن القضايا التي تفرق أو تستبعد التمييز بين الطبقات، وأيضا زيادة فعالية الأجهزة التنفيذية في تفعيل دور الرقابة الشعبية في إرساء قيمة سيادة القانون. انتهى اللقاء بقلوب راضية ووشوش ضاحكة وعناقا طالما تكلم عنه الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالسلب، لكن هذه المرة من أجل نقطة انطلاق على أرض الواقع كي تصلح ما أفسدته ثقافات دخيلة على المجتمع توغلت في أدغال عقول أبنائه عن طريق مبادرة سالمو. بالتوفيق لهذه المبادرة، ولا شك أن الأيام القادمة سوف تثمر وتظهر ما لهذه المبادرة من فوائد عديدة. طبعا يعني فكرة سالمو فكرة مرجعيتها فكرة قبول الآخر، أن لازم نعيش مع بعض، هي طبعا دي في أعتقد آية في الإنجيل سالموا بعضكم بعضا، يعني مفهومها بكل بساطة إن دعوة للحب، دعوة للتسامح، دعوة للتصافح. وأنا يعني فرحان بحتة أنه طالما هذه المبادرة دخلت في إطار تنظيمي وهو إطار أسقفية الخدمات، إحدى أسقفيات التي تعمل في الكاتدرائية المرقوصية بالعباسية وهي المعنية بشؤون المجتمع وبشؤون كل ظروفه وأحواله، فبالتالي أعتقد أن المبادرة سوف تحقق نجاحا ملموسا في الأيام القادمة، وطبعا بالتعاون مع مشيخة الأزهر وبكل المشايخ الأجلاء الذين حضروا هذه الفعالية وهذه المبادرة. إن شاء الله هنشوف على الأرض الواقع ثمار هذه المبادرة، مبادرة سالمو التي تقدمها أسقفية الخدمات، وده مش غريب عليهم إن هم دايما وأبدا من زمان خالص من ساعة ما تأسست هذه الأسقفية في بداية الستينات وهي تمارس عمل تنموي حقيقي لسد احتياجات المجتمع بمسلميه ومسيحيه، لا تفرق بين هذا ولا ذاك، حينما تقدم مساعدة، حينما تقدم خدمة بتقدمها لكل المجتمع، وده اللي احنا يعني كل الأديان بتحس عليه وبتؤكده ان الخير للجميع. فبالتوفيق ان شاء الله لهذه المبادرة، مبادرة سالمو. وأنا أيضا أتضامن مع أبونا أثناسيوس في كل ما قاله، وبشكر الأوقاف ووفد الأوقاف ووزير الأوقاف دكتور مختار جمعة على هذه المشاركة في هذه المبادرة. بالضبط، لأن الحقيقة يعني التحرك من جانب واحد لا يفيد دائما. وإحنا إذا كنا بنتكلم عن مصر فمصر هي العمامة البيضاء والعمامة السوداء. بالضبط، فيعني ده شيء، وأنا يمكن بختلف بس شوية مع اللي بيتكلم بيقول الآخر أو قول الآخر، هو أصبح لفظ دارج يمكن أبونا أثناسيوس حتى استخدمه طبعاً. وهو لا يقصد هذا الموضوع، انما احنا ما فيش اخر اساسا، يعني الاخر ده مين يعني؟ هو الاخر يعني ابونا اثناسيوس الاخر بتاعي او انا الاخر بتاعه في عقول البعض يعني. انا يعني دايما حته الاخر دي مش اخر يعني، احنا كلنا واحد. اخر فين ده؟ انا وانت قعدنا على كرسي واحد في استوديو واحد في قناه واحده في بلد واحده، في فين الاخر ده؟ بالظبط، ما فيش اخر. يا ايها الناس وانا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. بالظبط، فاحنا بنعتبر بعض يا ابونا واحد طبعا، بحكم التاريخ والإنسانية وحتى الدين نفسه بيخلينا واحد يعني. والمبادرة هتهدف لكده يعني، هتخلينا كلنا واحد هو الأطلق بالاسم يعني. سالمو مين الأطلقها؟ هي عنوان المبادرة كده يعني، يعني مبادرة الكنيسة سالمو. الكنيسة اللي عاملاها كده؟ أعتقد أسقفية الخدمات. أنا يعني سالمو هو بس المقصود بيها إنك تقديم السلام يعني، بتناشد الناس يعني. إنهم يعيشوا في سلام وفي وعلى فكرة
اقول لسعادتك قصه طريفه جدا. اول حديث روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حدود علمي المتواضع يعني حديث رواه سيدنا عبد الله بن سلام. اول حديث روي عن الرسول بعد ما دخل المدينه سيدنا عبد الله بن سلام بيقول ان اول ما سمعت من رسول الله حين دخل المدينه قوله ايها الناس اطعموا الطعام، ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. فاول حاجه ايها الناس افشوا السلام. افشاء السلام مش سلام عليكم، طوبى لصانع السلام، طوبى لصانع السلام. فده احنا حتى تحيتنا السلام، في الارض السلام، تحيتنا في الدنيا السلام، وفي الاخره السلام، وتحيه الملائكه سلام عليكم طبتم فادخلوها. يعني فهي السلام ده دعوه صادقه من القلب.